يقول السائل: هل يمكن لطالب العلم أن يجعل حلقة لمجموعة من طلبة العلم المبتدئين فينقل لهم شروح متن مختصر من شروح بعض العلماء الموثوقين؟ ما يصلح هذا ولا هذا، ما هو هذا طلب علم، هم يأخذون الأشرطة بلي الواسطة ذا، يأخذون الأشرطة ويستمعون له ويقرؤون الشروح، ما يحتاج أنهم يجتمعون على واحد، فهذه ما هي بطريقة تعلم. نعم يستفاد من الأشرطة ومن الكتب مجرد استفادة، لكن لا يعتمد عليها على أنها طريق للتعلم وحدها بدون مدرس بدون عالم بينها. نعم هذا كررناه عدة مرات، طريقة التعليم والتعلم. نعم.